السلام عليكم. في الفيديو ده هنحل الاكزيالي لودد ممبر برضو، لكن الاستاتيكالي انديترمينت. يعني ايه استاتيكالي ان؟ يعني غير محددة استاتيكيا، يعني غير محددة استاتيكيا، بمعنى ان عدد الانونز اللي عندك، عدد الانونز اللي عندك اكبر من عدد الايكويشنز اللي عندك، فانت محتاج ايكويشنز اكتر عشان تقدر تحلها. في مسائل الاكزيال لود هنلجأ لحاجة اسمها الكومبتابيليتي، يعني ايكويشن تكميلية، ايكويشن انا عارف الباوندري بتاعتها، يعني حاجة بتعتمد على الباوندري كونديشنز. حاجات معروفة زي ايه مثلا؟ زي ان انا عارف ان عند سبورت مثلا، فور اكزامبل، انا عارف السبورت ده مش هيتحرك ولا يمين ولا شمال، فتبقى الدلتا عندي الهوريزونتال بتساوي زيرو، وفي نفس الوقت انا عارف ان هو مش هيتحرك ولا فوق ولا تحت، فانا عارف ان الدلتا فيرتيكال عندي بتساوي زيرو، وهكذا. يبقى انا في عندي boundary conditions, compatibility equations، يعني معادلات تكميلية تساعدني ان انا احل المسألة. طيب تعالى ناخد example سريع كده. لو انا عندي هنا aluminum cylinder زي اللي موجودة هنا، aluminum column و reinforced with a brass post، يعني موجود جواها brass كتدعيم ليها اللي هو لونه اصفر ده، طولهم هما الاثنين 0.5 meters، ومحطوط عليها load قيمته 45 newtons. خلي بالك هنا في rigid cap، بحيث ان لما تحط اللود يتوزع عليهم كلهم، وفي نفس الوقت تبقى الحركة بتاعت الاثنين متساوية. مع العلم ان اليونجز مودولس للبراس هو الرقم ده، واليونجز مودولس للالومنيوم هو الرقم ده. مطلوب تحدد الافريج نورمال ستريس لكل من الالومنيوم والبراس. طب هفكر ازاي؟ انا عايز اطلع النورمال ستريس، الافريج نورمال ستريس. الرول بتاعي ان الستريس النورمال بتساوي اللود الانترنال ريزلتنت فورس اكزيالي اوفر الكروس سكشنال اريا. يبقى انا لازم احدد الاول الانترنال فورس اللي موجوده في الالومنيوم واللي موجوده في البراس، تمام؟ عشان احددهم هلجأ الاول للايكوليبريم، خطواتي العاديه. يبقى اول خطوه عندي هي تحديد equilibrium وحساب ال internal forces. تعال نبدأ نحل كده معادلة ال equilibrium بتاعتي. ان الاتجاه ده، تعال ن assume ان ده ال positive، ده اتجاه ال positive، sigma ال forces في ال y بتساوي 0. ايه اللود اللي عندي؟ انا عندي لود اللي هو قيمته P اتجاهه نيجاتيف، بلس ال RY اتجاهه بوزيتيف، كل ده بتساوي 0. مع العلم ان P بتساوي 45، يبقى ال RY بتاعتي بتساوي 45 نيوتن، تمام. طيب خلينا نقول كده ان الفورس اللي اتحطت عندي دي بتساوي مجموع الفورس بتاع جزء هيروح للبراس وجزء هيروح للألومنيوم، تمام. يبقى ده معناه ان F براس زائد F ألومنيوم مجموعهم بيساوي 45 نيوتن. دي اول معلومة قدرت اطلع بيها من الإكوليبريم. طيب انا مش عارف الاف براس بكام ومش عارف الاف الومنيوم بكام، يبقى انا محتاج معادله تانية فيها اف براس وفيها اف الومنيوم، يبقى معايا تو ايكويشنز، تو انونز اقدر احل. ايه المعادله التانية اللي انا اقدر استخدمها؟ ممكن اقول، يبقى انا هنا هلجأ ليه الكومباتيبلتي ايكويشن بتاعتي. بما اني عارف ان ده ريجيد كاب، فالبراس هيحصل له ديفليكشن والالومنيوم هيحصل لهم ديفليكشن الاثنين واحد، هيحصل لهم ديفليكشن الاثنين واحد. فممكن اقول ان ديفليكشن البراس بتساوي ديفليكشن الالومنيوم، تمام. طيب فاكرين الرول بتاع الديفليكشن؟ الديفليكشن كان الرول بتاعي بيقول لي بي ال على اي حيث ان ال P هي ال internal resultant force الاجزاء،
ده كلام جميل. يبقى انا ممكن اقول ان الدلتا براس بتاعتي بتساوي الاف براس، الفورس اللي هتبقى ماشية في البراس في الطول على الاي براس في الاريا بتاعت البراس، بيساوي الاف بتاعت الالومنيوم الريزلتنت انترنال فورس بتاعت الالومنيوم في الطول بتاع البوست في الاي الالومنيوم في الاريا الالومنيوم. يبقى انا كده بقى عندي ايكويشن تانية، ادي الايكويشن التانية، انا عارف الطول وعارف الاريا وعارف يونجز مودولس لكل مادة، فيبقى التو انونز اللي موجودين هنا البراس والالومنيوم احلها، اقدر احل التو ايكويشنز تو انونز واطلع قيم الانترنال فورس. تعال نكمل. اف براس في ال L، هنطير ال L مع ال L، over Young's modulus لل breath اللي هو قيمته 105 في 10 power ميجا باسكال، يعني نيوتن بير مليمتر سكوير في ال area ال breath. خلي بالك ال area هنا ال radius اللي عندي هنا كان 25 مليمتر، والريديس ده كان 50 ملي متر. طيب بالنسبة للبراس اللي هو الجزء اللي جوه ده كده، الاريا بتاعته هتبقى باي في الار سكوير. تمام، نكمل الاكويشن بتاعتنا، اف الومنيوم في الال خلاص طارت، اوفر يونجز مودولس للالومنيوم اللي هو 70 في 10 في الاريا بتاعت ايه البراس، اسف الالومنيوم في الاريا بتاعت الالومنيوم اللي هي موجودة فوق دي، اللي هي تعتبر زي البايب كده مفرغة من جوه، فتبقى باي 50 سكوير ماينس 25 سكوير، كأني عملت الاريا بتاعت الدايرة الكبيرة ماينس الاريا بتاعت الدايرة الصغيرة، يطلع ان اف الومنيوم بيساوي ضعف الاف براس. ادي الايكويشن الثانيه اللي معايا. طيب لما احل التو ايكويشن سيمالتينيسلي يبقى سولف ايكويشن واحد وايكويشن اتنين، تعال نعوض كده مثلا عن ال F ألومنيوم، فيبقى عندي F brass زائد 3 F brass بيساوي 45، يبقى ال F brass بتساوي 15 نيوتن. جميل، يبقى ال F ألومنيوم بتساوي 30 نيوتنز. تمام، الخطوة اللي بعد كده ان انا احسب الاسترسز، يبقى تالت خطوة عندي هي حساب الاسترسز، فنلاقي ان الاسترس الالومنيوم بيساوي اف الومنيوم على اريا الومنيوم. طب الاف الومنيوم بتاعي هي 30 نيوتن، الاريا الومنيوم بتاعتي اللي هي كانت بره باي 50 square minus 25 square equal تطلع 5.09 في 10 power negative 3 newton per millimeter square اللي هي ميجا باسكال. تمام، الستريس في البراس بتساوي F براس على area cross section براس، فيبقى 15 نيوتن على ال area بتاعتي اللي هي باي 4 square لل براس، تطلع 7.64 في 10 power negative 3 نيوتن per millimeter square اللي هي ميجا
بس كده.